صباح الخير عليكي وعلى كل جمهورنا الكريم. بالطبع أحييكم من محافظة الإسماعيلية، حيث الاحتفالات بمرور 46 عام على انتصارات أكتوبر المجيدة. يعني هذا الحدث الجليل على قلب كل مصري، بتحتفل به كل الأمة المصرية أو كل المواطنين المصريين في كافة أنحاء الجمهورية. لكن لو تحدثنا عن مدن القناة، فهذه الاحتفالات بيكون لها طابع ومذاق خاص أو مختلف نظرا لما قام به أبناء مدن القناة من مقاومة شعبية ومن تصدي للعدوان الإسرائيلي، وما عانه هذه أو ما عانته هذه المنطقة من قصف وضرب بشكل مباشر وتهجير أيضا. يعني للمزيد أو للحديث بشكل أكثر حول أجواء الحرب ذكرياتها، يسعدني أن يكون معي الأستاذ محمود رمضان أبو المعاطي، أحد المشاركين في حرب أكتوبر من سلاح المركبات. أستاذ محمود، بنرحب بحضرتك معنا. أهلا يا فندم، صباح الخير على الشعب المصري بالكامل وعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية البطل الزعيم القائد المعلم. أستاذ محمود، يعني عايزة حضرتك تكلمني عن ذكرياتك عن حرب أكتوبر. إحنا من بعد النكسة سنة 67 بدأنا نعد للحرب، فبدأنا لأن إحنا خدنا صدمة 7 سنين 6 سنين في عذاب كنا بنشوفش فيهم النوم ولا العذاب، لان تعتبر اهانه للشعب واهانه للعرب بالكامل. قعدنا في حرب الاستنزاف، واحنا من هنا بنقول للشهيد عبد المنعم رياض رحمه الله عليك فريق عبد المنعم رياض احد الذين ضحوا بحياتهم على الجبهه. وكنا بنعمل مناورات قبل الحرب سنه 71 و72، بنعمل مناورات القوات تتحرك لحد القناه وترجع تاني، لحد ما جاء يوم 6 اكتوبر الساعه 2 الى 5 كانت عبرنا قناه السويس. كانت طبعا في 10 رمضان الساعه 2 الى 5 بالظبط كنا احنا القوات بالكامل عبرت القناه تحت الدفاع قياده الدفاع الجوي والطيران المصري. عبرنا وكانت يعني روح قتاليه عاليه وايمان بالله والوطن فوق، يعني فوق ما حد يتصور، وطنيه مخلصه لان تراب مصر اغلى من شيء في الحياه، تراب مصر تراب عظيم. بنقول لشبابنا وناسنا واجيالنا اللي صاعده خدوا روح اكتوبر، خدوا روح اكتوبر العظيمه واتعظوا بروح اكتوبر التي قمنا بها بعمل بطولي هز العالم كله يدرس الاجيال والتاريخ. واحنا بنقول لجميع الاذاعات والتلفزيونات انها تعيد حرب اكتوبر وتوضح الامور للشعب والشباب اليمني. احنا بنشكر سيادتك. الله يخليك يا فندم. يعني كما تابعنا يعني ذكريات احد المشاركين في حرب اكتوبر وتحديدا من سلاح المركبات، ما زالت هذه الروح روح الصمود والحماسه لتحقيق بقى المزيد من الانجازات خلال الفتره القادمه باذن الله. بالتاكيد كثير من الذكريات بنحاول نحن نحييها لتحقيق هذا النصر اللي اودت للنصر في النهايه والعبور من الهزيمه الى نصر اكتوبر المجيد. بشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعه الزميله امل صبري من احدى المحافظات الباسله محافظه الاسماعيليه، ورصد لاحتفالات المصريين في مختلف انحاء جمهوريه مصر العربيه.